وقام ايوب جاي، لا يا سامي، قلت له سيبني سيبني يا ايوب. ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم سام سموي. شكرا يا شباب على، عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، كومنتاتكم الحلوه اللي تحت والدعاء والتحفيز. سموي بقى مشهور يا شباب، سموي بقى في كل حته في العالم، فبدا يطلع ايه منافسين وناس يعني الهيترز، بس انا مش متعود عليهم، في ناس متعوده، انا بدا يظهروا جداد، فاهم؟ فانا بني ادم زي زيكم، فلما انتم بتكتبوا قد ايه انتم استفدتوا وكلام تشجيعي بيحفزني تاني من الناس اللي بتحاول تحبطني دي. فصدق او لا تصدق، كومنتاتكم وتشجيعكم ولايكاتكم وشيراتكم هي اللي بتديني حافز اجي واصور تاني. فانتوا اللي عملتوا سموي، شكرا جزيلا ليكم. نخش في موضوع النهارده، همسح بيكم الارض النهارده عشان توبيك مستفزني بطريقه مش قادر يعني. طيب انا عايز افهمكم حاجه، سموي غير اي حد كده كده ليه؟ انا الحمد لله مبسوط. يعني ايه مبسوط؟ يعني الحمد لله ربنا بيرزقني، ممكن اعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايزه. حلو، عايز اكل حاجه، عايز اشرب حاجه، عايز اسافر، عايز اجي، عايز اشتري، اعمل اي حاجه اقدر اعملها في النطاق المعقول، يعني مش اجيب عربيه واشتري بيت وكده. فانا راضي، ربنا الحمد لله بيرزقني والحمد لله انا راضي، فانا بدي معلومات ببلاش بجد وانا راضي، انا مبسوط، انا كاني خدت الفلوس ثمن المعلومات دي. محدش بيعمل كده، هو كل واحد عنده تفكير، كل واحد بمزاجه يعني. انا اليوتيوب شانل ما بكسبش منه فلوس اصلا. فالمعلومات دي هديك اكزامبل النهارده، انا كسموي يوم من الايام زمان وانا صغير مش طلع لي جاينو، طلع لي نقطة جاينو في نبل من الاثنين، مش فاكر انهي واحدة يمين او شمال. دي انا عايش فيها، هي ما تبانش الحمد لله، بس لو انا نشفت فارتكت بقيت ناشف جدا، بودي فات اكستريملي لو، واطي جدا، ممكن تبان. حلو، ليه؟ عشان ما كانش في علم زمان، انا ما كانش في حد كده اقعد اتفرج عليه يديني معلومات، فاهم؟ وانا كنت برضو على قد، معيش فلوس، وما كنتش عارف انه في اونلاين ترينينج، ما كنتش اعرف في مدربين تقال فاهمين كده، كنت بلف هنا، انا كنت قاعد في مصر شويه او في الكويت كنت او امريكا، بلف بشوف مين مدرب شاطر ينصحني ايش، والحمد لله يعني ما لقيتش. ف زمان كنا بناخد مثلا نولفاديكس مع السايكل، فاهم؟ ما اكتشفنا انه لا، ده بيقلل الجروث هرمون وده اصلا حاجه غير اللي احنا عايزينها، وده انتي استروجين، وده انتي اروماتايزيشن، فاهم؟ وبلاي ستيشن، الموضوع كبير قوي يا جماعه. فخلونا ناخد واحده واحده النهارده، نصايح مهمه جدا. في كلاينتس عندي جداد في الستيرويدز، بيقول لي يا كوتش كده كتير. بقول له معلش، هو ايه اللي كتير؟ بيقول لي احنا كده بناخد 1500 مللي جرام في الاسبوع. فانا بقول له 1500 مللي جرام ايه؟ انا عمري في حياتي ما اديت الدوز ده في حياتي. فبيقول لي التستوستيرون ادي كده 500، والبولدانون ادي كده 500، والصفطتين ادي كده 400، يبقى كده 1400 كتير، توتال كتير في الاسبوع. هنا انا رحت وجبت سكينه وقمت عامل كده، وقام ايوب جاي، لا يا سامي، قلت له سيبني سيبني يا ايوب، قال لي اهدى بس والله هتشوف. بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا باشا كالاتي، ما ينفعش تجمع لي اللي انت بتاخده وتقول لي انا ده التوتال اللي باخده في الاسبوع، ليه؟ انا فاهمك، انا عمري شرحت حاجه من غير ما انت تفهمها وتقتنع بيها، لا، اسمعني للاخر، لازم كلام منطقي يعني ميك سنس، وفي الاول وفي الاخر مفيش صح ولا غلط، وجهه نظر سموي المتواضعه فعاله مع 300,000 بني ادم. ف يعني انا سي في كبير يا شباب، بجد كبير فوق ما تتخيل، يعني انا الكلاينتس اللي عدوا عليا رقم مهول، فغصب عني بنيت اكسبيرينس، غصب عني اتعلمت كتير. حلو، ما ينفعش اجمع توتال هرمونات واقول انا باخد كده في الاسبوع، يعني ايه وليه؟ في عوامل اخرى. ما هي العوامل الاخرى يا سموي؟ في الايستر، ده اول حاجه. ما هو الايستر؟ الايستر اللي هو هرمون سريع
الامتصاص ام بطيء ام متوسط؟ ازاي؟ مش الهرمون هو هرمون واحد؟ حلو، بنحطه في زيت صح؟ الزيت ده فيه ايسترز، بطيء نص نص سريع، الزيت ده بيريليس الهرمون واحده واحده، ده بطيء. في ايستر تاني بيريليس الهرمون في يوم، في ايستر تاني بيريليسه في ساعتين، في ايستر تاني بيريليسه في 8 ايام. طيب تعالى، في حاجات بتقعد تريليس 3 اسابيع في الجسم، يبقى هل ده معناه ان انا خدت الاسبوع ده التوتال ده؟ لا. ليه؟ انا خدت مثلا حاجه انثيت، انثيت ده ايستر بطيء طويل المدى، حلو، خدت السبت والتلات او سبت واثنين واربع 250 250 250، توتال كام؟ 750. دول هيخشوا جسمي على مدار 3 اسابيع، هقسم على الثلاث اسابيع ومعانا الواحد واضرب في 10 وديفايد باي 2 فيها ليها حسبه، يبقى انا في اليوم او في الاسبوع بيخش جسمي من 750 400 مثلا. طب لو انا باخد بروبونيت او فينايل بروبونيت او اسيتيت اي ايستر سريع، ده هيخش خلال 48 ساعه. هندي اكزامبل، لو دخلت 750 ميلي جرام تستوستيرون في الاسبوع ابطا نوع انيثيت، ولو دخلت 750 ميلي جرام بروبونيت، ينفع تقارنهم وتقول لي انا توتال باخد 750 في الاسبوع؟ لا، ده مصيبه سودا يا باشا، دي كارثه. انت بتاخد قد ده 3 مرات. ايه اللي 3 مرات؟ ما انا باخد 750 وباخد 750 وما دعم مني في ايه يعني؟ هي ما تتحسبش كده، ما تشلنيش، فاهم؟ ما بتتحسبش كده، عمرها ما بتتحسب كده، هتتحسب دخل جسمي قد ايه. دي نقطة. النقطة الثانية يا صديقي العزيز، شراسة الهرمون ده. يعني انا دلوقتي، انت عارف انا رديت على الكلاين ده ازاي لما قال لي احنا كده بناخد كتير؟ قلت له حلو، انا عندي حل، تعال نشيل البريمو والبولدانون عشان دول كتير، ناخد 400 بريمو و600 بولدانون، 1000 ملي جرام كتير، 1000 ملي جرام، احنا ناخد 500 ملي جرام تريمبلون بس. شوف احنا نزلنا اهو من 1000 ل 500 تريمبلون بس، اللي هو اشرس هرمون في العالم، هيفشخك، هيبوظ كل حاجه في جسمك، فاهم؟ يبقى ازاي نقارن؟ ما ينفعش، ما ينفعش تقارن اي حاجه باي حاجه ثانيه، ما ملهاش علاقه، ما ينفعش. You can't compare anything to anything، ما ينفعش، ما ينفعش نقارن حاجات ببعض. ما ينفعش اقارن توتال ملي جرام، يعني ايه توتال ملي جرام؟ يعني ايه توتال ملي جرام؟ عمرها ما كانت بالتوتال. الحاجه دي هتخش جسمي امتى وهتعمل ايه؟ فاهم؟ دي نقطه. تاني نقطه، كتر الهرمونات مش حلو، يعني ما تزودش اصناف، خليك اثبت على كام صنف، لانه لو انزيماتك بدات تعلى زياده عن اللزوم، ايه؟ كل حاجة هتبطأ، كل حاجة في جسمك هتشتغل أوحش مش أحسن. فمش أي حاجة تقارنها بأي حاجة، ومش أي هرمون زي التاني، وعمرها ما كانت بالملي جرام. في حلقة أنا عاملها عن أندروجينيك أنابوليك ريشيو، دي بتشرح لك الفرق الهرمون ده في المية تركيزه قد إيه أو قوته قد إيه. بمعنى إيه؟ أنا ممكن أديك أشرس هرمونات في الحياة في العالم، تريمبلون ومنت وحاجات، فاهم؟ سسبنشنز، تنازول، اي حاجه، كل دول اصلا هتلاقي ارقامهم قليله، يعني ترمبلون 100 او 200 ده اجمد حاجه. السسبنشن والتنازول والسترول الكلام ده هتلاقي 50، اقوى حاجه 100. الاسيتيت بروبونيت هتلاقي اقوى حاجه 100 150. ليه؟ فكر فيها، ليه؟ اشمعنى البولدانون طويل، بريمو طويل، ديكا طويله؟ في حاجات من كتر ما هي قويه والسايد افكتس خطر شويه، الدوز نفسه مش عالي، الفايل نفسه، فاهم؟ حاول تفهم يا جماعه، حاول تتعلم، خد وقتك، اكتب اكتب، خد معلومه من سموي هنا، بنروح حته ثانيه، خد معلومه من فلان، خد معلومه من علان، اكتبهم كلهم واحده واحده، ما تتسرعش، حاول تفهم، حاول تفهم، حاول تفهم، لان انت لو فهمت هتعرف وهتشعر. يعني ايه؟ يعني هبقى عارف انا دلوقتي حران، ميت من الحر،
وشويه تعبان، بس انا عارف ليه، فاهم؟ انا عارف انا باخد ايه وايه اللي بيحصل معايا دلوقتي وانا ليه شويه تعبان، فاهم؟ انت مش عارف ليه، فتراي تو ليرن. انا عرفت في ايه فوقفت، وفعلا على طول اول ما وقفت حاجه معينه ارتحت شويه. انت للاسف ما عندكش اكسبيرينس. بقول لك ايه، نصيحه، والله نصيحه، وما تشتركش معايا، ما تشتركش مع سامويل. نصيحه، جهز البادجت بتاعك بتاع السايكل بالذات لو هتعمل اول مره، وبادجت الاكل، وبادجت اونلاين ترينر محترف شاطر فاهم وبيعمل ايه، وامشي على خطه مظبوطه، امشي على بريكوشنز مظبوطه. حتى البريكوشنز يعني حتى السيفتي بتعملوه غلط، يعني حتى الانتي استروجينز والانتي ارماتيزيشن في مارا ارماديكس دوستانيكس بتاخدوه غلط، حتى ده غلط، فاهم؟ وغلط ان انت تاخد حاجه زياده عن حدها، غلط، تقلب ضدك على طول. انا شرحت في فيديوهات قبل كده كتير، مين قال لك ان انت مش محتاج استروجين؟ مين قال لك ان انت مش محتاج برولاكتين؟ مين قال لك مفيش حاجه ربنا خلقها في جسمك انت مش محتاجها؟ انت بتبالانس كل حاجه، دخلت حاجه عاليه من هنا امن من الناحيه الثانيه. بس موضوع بسيط، مفهوش، هو مش بسيط صراحه، لغايه دلوقتي بتعلم. يعني انا لسه النهارده باعت تحاليل لحد صاحبي عشان في حد عندي في التيم عنده كورونا، فعايز اطمن عليه، ففي حاجه في التحاليل انا مش متاكد منها، فاهم؟ انا مش اله، يعني انا مش عارف كل حاجه في الحياه، او يوم ما احس ان انا عارف كل حاجه في الحياه انا سموني فاشل، خلاص انا فاشل، لان خلاص ما عادش جوايا النار ان انا عايز اتعلم حاجات ثانيه. عايز اشكر اي فيت، ماي نيو سبونسر، ماي اونلي وان اند اونلي سبونسر في مصر. ليه اخترت اي فيت وليه اشتغلت معاهم؟ عشان حاجة قانونية 100%، وحاجة ليجل 100%، وحاجة نظيفة 100%. بس أنا اسمي ما ينفعش تحط مع حاجة مش 100%، دي 100%، واخد تصريح. أنتوا متخيلين إن إحنا عايشين بقالنا كام سنة؟ إحنا من أيام، إحنا كام سنة؟ من أيام فرعنا بقالنا كام سنة؟ لسه دي أول شركة تدخل سبلمنتس ليجل البلد، تدفع عليها ضرائب وتخش بكونتينر وزارة الصحة وعليها باركود وويب سايت أنتوا متخيلين؟ إحنا كل ده بنضرب حاجات تهريب 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 تهريب. والسنه اللي فاتت ضحك عليا وخدت سبلمنتس مضروب، انا ضحك عليا، يعني سيبك من ان انا بعرف اخد حقي، تالت ومتلت، يعني ما اعرفش ايه متلت، بس يعني كده كده زعل جدا، بس انا ضحك عليا، يعني باخد سبلمنتس بقالي 15 سنه ضحك عليا في مصر بروفيشنالز. فبقيت الكلاينتس بتوعي والناس اللي بتسالني كوتش اجيب منين، انا بجد مش عارف انصحه، والله عايز اقول له يا ابني انا بيتنصب عليا. فلما وصلت لي انا، انت انا عملت ايه؟ كلمت اون في امريكا، قلت لهم بقول لكم ايه، انا عايز اون في مصر. قالوا لي نبعت لك يعني، قلت لهم عايز اشتري من مصر، قالوا ما فيش غير وكيل واحد، تاكدت انه كلامهم صح، وقعدت معاهم في التيم وشفت البيبر ورك وشفت كل حاجه. ان شاء الله اي فيت دي هتبقى نمبر 1 في مصر، هي مدخله اون، واخده توكيل اون، يعني اون ما ينفعش يخش مصر الا ثرو اي فيت. اي سبلمنت ستور في مصر ايا كان مين مكان لازم يشتري من اي فيت، ولازم يبيع باللوجو، ولازم يبيع بالباركود، لانه خلاص بقى في مصدر موثوق منه. فدلوقتي انا عشان بشتغل معاهم ان شاء الله، او هشتغل معاهم الفتره الجايه، هبدا احاول اطلب منهم اللي انتوا عايزينه. فانتوا مثلا محتاجين ايه مثلا في مصر؟ عايزين مور فيتامينز، عايزين مور امينو، عايزين بري ورك اوت مختلفه، شركات مختلفه. انا عارف ان انتوا بتحبوا الايزو بيور، عارف ان انتوا بتحبوا شويه حاجات، فهنحاول نظبط مع ايفيت. شكرا يا شباب، اتمنى الحلقه دي تكون فادتكم. محدش يزعل من اسلوبي لو انا شويه هجومي، انا خايف عليك، انا ليه قافش؟ روح يا عم اضرب اللي تضربه، انا مالي، انت اصلا مش كلاينت عندي، انا مالي بيك، فاهم؟ بس والله لما انا بزعل، فاهم؟ اصل انت ممكن تبقى اخويا او ابن خالتي او قريبي، فاهم؟ ف انا حصل لي حاجه مش عايزه تحصل لحد تاني يا اخي، يعني ليه هتمنى شر الناس؟ ليه مش الدرجات دي، فاهم؟ زي ما قلت لك انا راضي باللي انا فيه الحمد لله، فانا يعني بالعكس I am giving back. انا اللي ربنا بيرزقني بيه ده، انا لو ما رجعتش حاجه للبشريه يبقى انا خساره في العلم. زكاه العلم نشره، كان معاكم سام سموي. أول مرة أعمل
سبونسر ما اعرفش بيعملوا اعلانات ازاي، فقلت اجرب يعني.